بوريس جونسون رئيس وزراء انجلترا طلع في تصريح خطير جدا وقال ان كورونا اجلا ام عاجلا هينتشر وان الكثير من العائلات هتفقد احبابها. انجيلا ميركل المستشاره الالمانيه توقعت ان 80% من الشعب الالماني هيصاب بالكورونا. دونالد ترامب رئيس الولايات المتحده اعلن حاله الطوارئ والغى الرحلات من والى اوروبا بسبب فيروس كورونا. والسؤال هنا بقى، ليه فيروس بهذا الضعف نسبه وفياته لا تتجاوز 2% وناس كتير جدا بتخف منه يسبب هذا الذعر العالمي؟ بس مبدئيا قبل ما نتكلم في النقطه دي عايز اقول لك معلومه مهمه، انك لو جبت ورقه وتنتها 42 مره الورقه دي سمكها هيوصل للقمر. لا معلش لحظه، ما فهمتش ايه علاقه الورقه بالكورونا؟ في الحقيقه الفيديو بتاع النهارده الهدف الحقيقي منه انه يخوفك، بس عشان تخاف لازم تفهم مفيش حد مش فاهم بيخاف. الجهل دايما بيخليك جريء. لو مش عارف ان السكينه دي اداه ممكن تجرحك فممكن بكل سهوله تروح تلحسها بدون تردد، وبالتالي لو ما فهمتش ليه العالم كله خايف من كورونا رغم انه فيروس ضعيف نسبه وفياته قليله جدا، فانت كده بتضر نفسك وبتساهم بشكل مباشر في تفاقم الازمه. نسيبنا من كل كلام الانشا ده بقى ونرجع لموضوع الورقه. طبعا لو جيت وحاولت تتني ورقه 42 مره فانت هتيجي وتقف تقريبا عند المره السادسه او السابعه، لان حجم الورقه مش هيسمح لك تتنيها اكتر من كده. بس انا هفترض ان انت معاك ورقه مساحتها لا نهائيه وبالتالي انت تقدر تتنيها عدد لا نهائي من المرات. طبعا اول ما هتفكر في الموضوع ده هتقول لي طب ليه وجع القلب ده؟ طب ما انا اجيب ال 42 ورقه واحطهم فوق بعض، وهتكتشف ان ال 42 ورقه سمكهم صغير جدا وما بيوصلش القمر ولا حاجه. وهنا بتظهر المغالطه الحسابيه في تفكيرك. انت لما حطيت ال 42 ورقه فوق بعض انت كده جمعت سمك ال 42 ورقه، ومش ده اللي بيحصل اثناء التاني. لو افترضت ان سمك الورقه مثلا 1/10 مللي وانت جيت حطيت ال 42 ورقه فوق بعض، فده معناه انك جمعت ال 1/10 دول 42 مره، او بشكل اسهل ضربت ال 1/10 في 42، وبالتالي هيطلع لك السمك النهائي 4.2 مللي، او تقدر تقول مجازا نص سنتي. والداله هنا داله خطيه واضحه وصريحه بتزيد بمعدل ثابت وبالتالي مخك بيقدر يتوقعها. لكن في حاله الطي الوضع بيختلف، انت مش بتجمع، انت في كل مره بتضاعف سمك الورقه. في اول ثانيه كان زيها زي الداله الخطيه بالظبط، سمك الورقه بقى عباره عن ال 2/10 مللي، لكن في الطيه الثانيه سمك الورقه اصبح 4/10 مللي، السمك بيتضاعف. وفي الثالثه هيبقى 8/10، والرابعه 1.6/10. ولو لاحظت هتكتشف انك في كل مره بتضرب السمك الجديد في 2، مش بتجمع زي ما كنت فاكر، لان هنا السمك عمال بيتضاعف. وبرغم ذلك لحد دلوقتي مخك قادر يهندل الزيادات ويتوقعها ويتعامل معاها. لكن تعالى بقى كمل بنفس الريتم، هتكتشف ان عند الطيه ال 15 سمك الورقة بيبقى اكبر من 3 متر، يعني في ارتفاع بيت مكون من طبق واحد. عند الطاية ال 25 سمك الورقة هيوصل 3.5 كيلو، يعني قد ارتفاع برج خليفة 3.5 مرات. عند ال 41 سمك الورقة هيوصل 220 الف كيلو، اكبر من نص المسافة ما بيننا وما بين القمر. وعند ال 42 بقى سمكها هيوصل ل 440 الف كيلو، يعني اكبر من المسافة ما بيننا وبين القمر ب 60 الف كيلو. واللي حصل هنا انك فضلت تضرب سمك الورقه في 42 مره، ما جمعتش سمك الورقه 42 مره. يعني تقدر انك تبروز العلاقه هنا بشكل رياضي محترم، انك تجيب سمك الورقه وتضربه في 2.42، وهي دي بقى الداله الاسيه، داله عقلك ما بيحسش بيها وبيتعامل معاها كانها داله خطيه عاديه، لكن في مرحله من المراحل بيتفاجئ بالزيادات الرهيبه. بتفضل ماشيه بشكل هادي جدا في الاول، بعد كده بتدي قفزات رهيبه. لاحظ انك طويت الورقه 41 مره عشان توصل لنص المسافه بيننا وبين القمر، وفي المره ال 42 بس انت كملت المسافه كلها، يعني جيت وعملت في خطوه واحده قد كل اللي عملته في 41 خطوه. بنفس الفكره لو انت وابوك قاعدين في قعده صفا وجه قال لك يا ابني انا بخيرك بين حاجتين، يا اما اديلك 1000 جنيه كل يوم لمده شهر، او ان اديلك 5 قروش او شيلن بس اضعفهولك كل يوم لمده شهر، فانت طبعا هتفرح بالرقم الكبير.
وتبص لل 30,000 جنيه اللي هتكونهم في الشهر، ومش هتاخد بالك ان الداله الاسيه قفزاتها في النهايه بتبقى اكبر. يعني انت صحيح هتاخد شيلين واحد في اليوم الاول، لكن في اليوم ال 30 انت هتاخد اكتر من 53 مليون جنيه. لو جينا نبص لفيروس كورونا هنلاقي انه بيخضع لنفس المنهجيه، شخص مصاب بيتعامل مع ناس عاديه بيعديهم، والاشخاص العاديه دول بيبقوا هم كمان بذره لاصابات جديده وهكذا. يعني احنا دلوقتي واقعين في داله اسيه وهي دي الكارثه. حسب تقرير منظمه الصحه العالميه ان عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بيتضاعف كل 26 يوم، وانا هطلع كريم واجدع من منظمة الصحة العالمية وهقول لك ان العدد يا سيدي بيتضاعف كل 30 يوم او كل شهر. تعال نفترض انك بدأت وقفشت حالة واحدة، الحالة دي بعد شهر هتبقى حالتين، بعد شهرين هيبقوا 4 حالات. مخك هيبص للرقم الضعيف ده خلال الفترة الزمنية الطويلة دي ويقولك يا عم احنا في امان ومفيش داعي للقلق، لان مخك مش متبرمج ان هو يفهم الدالة الاسية. لكن مخك هيتفاجئ ان بعد سنة واحدة او بعد 12 شهر عدد الحالات هيتخطى ال 4000 حالة، وده برضه ما يعتبرش رقم كبير قوي بالنسبة للشهور الاولى، لكن بنفس المعدل بعد سنتين عدد الحالات هيتخطى ال 16 مليون حالة. انت متخيل بلد زي ايطاليا عدد الحالات فيها بيتضاعف كل 4 ايام، يعني في خلال الثلاث شهور ونص بس ال 60 مليون نسمة اللي عايشين فيها هيكونوا كلهم مصابين. هتقول لي حسبتها ازاي؟ هقول لك شوف بقى الثلاث شهور ونص دول فيهم كام 4 ايام؟ هتلاقي ان عدد ال 4 ايام اللي في الثلاث شهور ونص حوالي 26، يعني عندك 26 دورة تضاعف. لو جيت تشوف ال 2 اس 26 بتساوي كام هتلاقي انها بتتخطى ال 65 مليون، وبرغم ان 2% معدل وفيات بسيط جدا بالمقارنة بامراض تانية اشد فتكا، الا انه هيدي اعداد مهولة جدا في الوفيات مع زيادة عدد الاصابات. يعني لو 7 مليار بني ادم اللي في العالم اصيبوا بالمرض فده يخليك تتوقع ان عدد الوفيات هيتجاوز ال 140 مليون، يعني عدد وفيات اكبر من اللي حصل في الحرب العالمية التانية. وفكرة انك شايف ان عدد الحالات اللي عندك قليلة، فانا حابب اقولك ان عدد الحالات ده رقم غير مهم على الاطلاق. المهم عندي الاعداد دي بتتضاعف كل قد ايه، لان يعني لو عندك بلدين وعدد الحالات فيهم بيتضاعف بنفس معدل ايطاليا، وعدد الحالات في واحدة كان 250 حالة والتانية كان 65,000 حالة، فده مش معناه ابدا ان الفرق ما بينهم 64,000 حالة، ده معناه ان الفرق ما بينهم شهر واحد بس. شهر واحد وال 250 حالة اللي في البلد الاولى هيبقوا 65,000 حالة. المشكلة هنا مش في عدد الحالات اطلاقا، المشكلة الكبرى في معدل التضاعف، وهي دي الازمة الكبيرة اللي موجودة في الدالة الاسية، انك ما بتحسش بيها في البداية، انت بتحس بيها لما تلاقي نفسك قدام الكارثة. والكارثة اللي اقصدها هنا ان مع زيادة اعداد الحالات المضطرد، هل هتبقى قادر انك توفر لهم الرعاية الصحية، مستشفيات وسراير وادوية واطباء، ولا مش هتقدر؟ لانك لو ما قدرتش توفر لهم الرعاية الصحية زي ما بيحصل في ايطاليا، فالحالات المصابة واللي نسبة شفائها كويسة هتتحول هي كمان لوفيات بدون رعاية، ده بخلاف حالة الرعب والفزع اللي بتخلي الجماهير تتصرف تصرفات غير محسوبة وانانية، وقادرة انها توقع اقتصاد اقوى الدول. اهم حاجة عندك انك تلحق الموضوع من البداية وتقلل معدلات النمو على قد ما تقدر، ومعدل النمو ده هو المرادف الشيك لكلمة تضاعف. وعلماء الرياضيات والاقتصاد والاحصاء لما بيجوا يدرسوا حاجة بتتغير بشكل اسي دايما بيدرسوها عن طريق معدلات النمو. الواحد لما بيبقى 2 انت كده بتقول ان هو تضاعف او اتضرب في 2، لكن هم بيقولوا ان معدل النمو زاد بنسبة 100%، لان الواحد زاد واحد جديد عشان يبقى 2، والواحد الجديد ده بيمثل 100% من الواحد القديم. طب لو الواحد بقى 3 انت كده بتقول ان هو زاد 3 اضعاف، لكن هم يقولوا ان الواحد زاد 2 عشان يبقى 3، والاتنين دي بتمثل بالنسبة للواحد 200%، يعني معدل النمو زاد 200%. وعشان تحسبه دايما شوف القيمة زادت قد ايه بالنسبة للقيمة الاصلية. معدل نمو الفيروس العالمي هو 3% يوميا، يعني كل مصاب قادر ان هو يعدي 3% شخص جديد كل يوم. لكن بشكل اسهل تقدر انك تقول ان المصاب محتاج يقعد شهر كامل عشان يعد شخص جديد، والكلام ده بشكل رياضي. في ايطاليا بقى الموضوع مختلف، معدل النمو بيوصل 2 من 10، يعني المصاب محتاج يقعد 5 ايام بس عشان يعد شخص جديد، وده برضه بشكل رياضي. انما بشكل طبي او اكلينيكي تقدر انك تقول ان الشخص الواحد بيعدي في المتوسط 3 اشخاص. ورقم 3 ده بيسموه الار نوت او البيزك ريبرودكتيف نمبر، او معدل التكاثر الاساسي، بس المقصود بالرقم ده ان الشخص بيعدي 3 افراد في المتوسط
خلال فترة اصابته. استمرت الفترة دي يوم شهر 12. المهم ان خلال فترة اصابته بيعدي 3 اشخاص، وده طبعا بيختلف عن معدل النمو اللي بيتحسب بشكل يومي واللي تقدر تقيم الوضع منه خلال فترة زمنية معينة. مش هتستنى بقى الشخص يخف او يموت عشان تعرف هو في المتوسط بيعدي قد ايه. كل اللي بتعمله انك بتشوف الحالات بتزيد قد ايه كل فترة عن الفترة اللي قبلها. ولو خدت بالك كنت هتلاحظ ان معدل النمو في ايطاليا اكبر ب6.5 من المعدل العالمي. واحد هيسألني مش المفروض ان معدل نمو الفيروس يكون واحد ومش بيختلف من مكان لمكان؟ هقوله لا طبعا، كل مكان له معدل نمو مختلف وبيعتمد على حاجتين مهمين. اولا متوسط عدد الافراد السلام اللي بيقابلهم الشخص المصاب في يوم واحد. ثانيا احتمالية نقل العدوى، لانك ممكن تقابل شخص مصاب وما تتعداش منه عادي جدا. ومعدل نمو الفيروس بيبقى عبارة عن حاصل ضرب الاتنين دول، وبالتالي بقدر اتحكم في معدل نمو الفيروس عن طريقهم. لو زاد متوسط عدد الافراد السلام اللي بيقابلهم الشخص المصاب في اليوم عن طريق بقى المدارس والحفلات والماتشات، فده هيزود معدل النمو. او زادت احتمالية نقل العدوى عن طريق عدم اتباع طرق الوقاية، ده برضه هيزود معدلات النمو. عشان تقلل معدلات النمو يا اما تقلل عدد الافراد السلام اللي بيقابلهم الشخص المصاب في اليوم، وده بيحصل عن طريق انك تعمل حجر صحي لكل الاشخاص المصابين. لكن الموضوع ده صعب ومش سهل تطبيقه، لان في اشخاص مصابين ما بيظهرش عليهم الاعراض، وفي مصابين بيخافوا يقولوا انهم مصابين. ده غير ان اللي بيعتقدوا احيانا ان دور البرد عندهم دور برد عادي ومش مستاهل. وبالتالي الاسهل ليك عشان تقلل الرقم ده انك توقف كل النشاطات اللي بتحتاج تجمعات، بجانب انك تحاول تلعب على العامل التاني في المعادلة، وهو انك تحاول تقلل احتمالية نقل العدوى عن طريق انك توعي الناس ان غسيل الايد ده بشكل دوري حاجة مهمة جدا. والاجراءات دي رغم انها بسيطة الا انها قادرة تقلل معدلات النمو بشكل كبير جدا، وده مش هيخلي الاعداد تكتر بشكل سريع، وهيخلي المنظومة الصحية بتاعتك قادرة انها تتعامل مع الاعداد الجديدة. وتعالى اديك مثال اوريك قد ايه الكلام ده بيكون مؤثر. افترض انك عندك مصاب واحد، وتعالى نشوف لو معدل النمو العالمي زاد من 3% ل4% ايه اللي ممكن يحصل. معدل نمو 3% زي ما قلنا معناه ان الشخص المصاب بيعدي كل يوم 3% شخص سليم، يعني الواحد المصاب بعد يوم هيبقى 1.3%، يعني الحالات عندك بتتضاعف بمعدل 1.3% كل يوم. وبالتالي في خلال سنة واحدة او 365 يوم هتلاقي ان الاصابة اللي عندك دي وصلت لتقريبا 50,000 اصابة. لكن لو معدل النمو زاد 1% بس ووصل 4%، ده هيخلي ان الاصابة الوحيدة اللي عندك بعد سنة او بعد 365 يوم عبارة عن 1,650,000 اصابة جديدة. انت متخيل الفرق؟ فرق بسيط جدا بيديك تغيرات ضخمة جدا مع الوقت، وبيحطك قدام خيارين، يا اما انك تبقى قادر تستوعب كل الحالات الجديدة اللي عندك وتقدر تتعامل مع الفيروس الضعيف ده، او ان الفيروس الضعيف ده يخلي المنظومة الصحية كلها تنهار من ضخامة الاعداد. وخليك فاكر دايما ان الكثرة بتغلب الشجاعة، وزي ما قلنا ان الازمة مش في الانتشار، كده كده مادام ملوش علاج فالفيروس هينتشر، لكن الازمة الحقيقية في سرعة الانتشار، وهل هتبقى قادر تتعامل مع السرعة دي ولا مش هتقدر. عشان كده جاي اوصيكوا بالنظافة الشخصية جدا، واتباع طرق الوقاية، وغسيل ايديكوا، واستخدام مطهرات بشكل دوري، وحاول على قد ما تقدر تبعد عن التجمعات، مش وقت مناسبات تماما دلوقتي. واخيرا ربنا يحمي الجميع، وان شاء الله ازمة وتعدي زي ما ازمات كتيرة عدت على الجيل المنحوس ده. اشوفكم بخير، سلام.